Good morning, my student. How are you? Today we will start unit 6. اليوم يا أول رح نبدأ بالوحدة رقم 6. We will study lesson 1 from pupil's book, page number 22. افتح كتابك الملون صفحة رقم 22. Learn the words. نتعلم الكلمات. Look at the pictures. What do you see in the pictures? شو بتشوف قدامك يا أول بالصورة؟ ماذا ترى أمامك؟ Picture 1. This is a banana. This is a banana. Banana بمعنى موز. Banana بمعنى موز. This type from fruit. هذا النوع من الفاكهة. Fruit. This type of fruit. Banana موز. Banana موز. And picture 2. What this? This is an orange. إنه برتقال. Orange, برتقال. An orange, برتقال. And picture 3. Pear. Pear. Pear بمعنى إجاز. Pear بمعنى إجاز. This three types of fruit. Three pictures. Banana, orange, pear. This type from fruit. هذه أنواع من الفاكهة. Look at picture 4. What this? This is an egg. أي بيضة. Egg. بيضة. Egg. بيضة. And picture 5. This. A cake. This. A cake. Cake بمعنى كيك. يعني مثل موجود أمامك بالصورة. This type from sweet. نوع من الحلوة. Cake. This type from sweet. And the last picture, number 6, tomato. Tomato بمعنى بندورة أو طماطم. Tomato. This type from vegetables. This type from vegetables. نوع من الخضروات. Banana. Orange. Pear. This type from fruit. And tomato. This type from vegetables. بدنا ننتبه هون يا أول لقاعدة هي كثير سهلة. أولا بس ما لاحظت إنه هون في عندي أسماء وضعنا قبلها أ زي a banana, a cake, a tomato, a pear. هاي الأسماء وضعنا قبلها articles a أداة التعريف a. لكن في عندي مس أيضا أسماء أخرى وضعنا قبلها آن. مين يحكي لي أول ليش ما حكيت أول أ إيج؟ ليش ما حكيت هون أ أورانج؟ إحنا بنعرف يا مس حكينا أكثر من مرة إنه حروف العلة عنا موجودة كم حرف؟ 5 حروف. شو هم الحروف؟ حرف الأ والآي والإي والأو واليو. كيف عملناهم يمس بالصف حتى تقدر تحفظهم؟ حكيت لك يا مس بدنا نرسم وجه فيس. بدي ارسم يا مس بحرف الاو وعندي مس هون حرف الاي اللي هي مس النوز الان وعندي مس حرف اليو اللي هو حرف اللي هو يا مس الماوث الفم وعندي بضل حرفين حرف الاي وحرف الاي. شو الشكل صار امامك يا مس؟ ذس فيس وجه. هذا الوجه يعني مرسوم من حروف العلة. كمان مرة يا أول شو حروف العلة؟ 5 حروف. حروف العلة حرف الـ A, I, E, O, and U. 5 حروف لحتى يا أول ما تنساهم دائما احفظهم بالشكل. فيس هاي حرف الـ O, هاي حرف الـ I. هنا عندي حرف الـ U وعندي ايضا بضل حرفين حرف الاي وحرف الاي. ايز العيون. هيك يا مس 5 حروف حروف العلة. مس هاي الخمس حروف عندما يبدا الاسم باي حرف من الحروف الموجوده معك امامك اي اسم يا اول اي اسم بيبدا بالحروف الموجوده امامك الحروف الخمسه بضع قبله articles an
بستخدم أداة التعريف أن. لكن يا مس باقي الأسماء يلي ما بتبدأ بهاي الحروف، باقي الأسماء بستخدم الارتيكلز أ. نشوف يا مس كيف. عندي أول أن أورانج. أورانج أورانج تبدأ بحرف الأو، وإحنا حكينا يا مس حرف الأو من حروف العلة. هاي حروف العلة، اكتب لي هاي مس كمان غير الدفتر، اكتب لي اياهم على الكتاب. O A E I and U، هاي حروف العلة. عندي كلمة أورانج تبدأ بحرف من حروف العلة، هاي عندي حرف الأو موجود عندي هون بالمجموعة. فإذا يا مس شو بدي أضع قبله؟ بضع قبله أن، أن أورانج. أن إيج بيضة، عندي كلمة إيج تبدأ بحرف الإي، وهاي حرف الإي موجود أمامك يا أول، موجود من حروف العلة، فيا مس بضع قبله أن. بانانا تبدأ بحرف العلة؟ لا، حرف البي ليست من حروف العلة، فبضع قبله يا مس الارتيكلز أ. كيك تبدأ بحرف السي، حرف السي ليست من حروف العلة، إذا بضع قبلها أ. بير توميتو تبدأ هنا بحرف البي وهنا حرف التي ليست من حروف العلة، فبضع يا مس قبلها أ، ما بستخدم أ. أول مطلوب منك يا مس تكتب خمس أسماء تبدأ بحرف العلة، تضع يا مس قبلها أن. أعطيك يا مس مثال، for example it is an apple، كلمة apple it is apple، apple تفاح، كلمة apple تبدأ بحرف الـ A، هنا حرف الـ A من حروف العلة، هاي حروف العلة، حرف الـ A من ضمن هاي المجموعة، ما شو بضع قبله يا أول؟ آ ولا آن؟ إيه برافو يا مس، نضع قبله آن. طب يا مس أعطيك كمان مثال، عندي كلمة umbrella it is umbrella تبدأ بحرف اليو، وحرف اليو من حروف العلة، نضع قبله آ ولا آن؟ إيه برافو، نضع قبله آن. It is an umbrella. Number three, it is car. آ ولا آن؟ كلمة car تبدأ بحرف السي، وحرف السي ليست من حروف العلة، فبضع يا أول قبله آ. الواجب المطلوب منك يا أول تكتب لي يا مس خمس أسماء تبدأ بحرف العلة، وبتستخدم بالجملة يا مس آن. يعطيكم العافية أول.